السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم هو طاجين ديال السلاوي باللحم الغنمي اللي كيجي لذيذ بزاف. طريقة التحضير سهلة وكذلك حتى المكونات. تبعوا معايا حتى الأخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. هنا كناخدو الطواجين ديالنا، كنديرو فيه زيت الزيتون، كنحطو داك اللحم، كيبقى الكمية على حسب عدد الأفراد اللي عندكم. غادي نزيد هنا بصلة صغيرة مشلضة، وغادي نبدا نضيف التوابل اللي هما الملح. هنا غندير شوية ديال الفلفل الأسود، غادي نزيد هنا معلقه ديال السكنجبير، القياس ديال التوابل كيبقى على حسب الكميه اللي راكم دايرين. غنزيد كذلك هنا معلقه صغيره ديال الكركم، هنا كنضيف عود ديال القرفة يكون صغير، شوية ديال السمن، كيف كتشوفوا معايا، وغندير معلقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس. غادي نشحر دوك العناصر كلها مع بعضياتها حتى غادي يتجانسي الخليط. غادي نقلي اللحم واحد شوية، وغادي نخليه واحد تقريبا شي 10 دقائق بوحدو عاد باش غادي نضيف الخضره. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما تقلى لي اللحم مزيان، كنزيد هنا البصله دوائر، غادي ندورها كيف كتشوفوا على داك الطويجين ديالي كامل. من بعد غادي نبدا نزيد السلاوي اللي قطعته كيف كتشوفوا على هذه الطريقه. كناخذ دابا واحد المطيشه كنقطعها كيف كتشوفوا دويورات، وكنزيد وحده هنا كنقشرها وكنحطها في الوسط، وفي الاخير غندير واحد الاضافه اللي كتعجبني بزاف وكيجي فيه واحد الطعم رائع. هنا زدت تقريبا معلقه كبيره ديال الكرافس، كيجي بنين بزاف بهذا الكرافس. صافي كنخليه هنا حتى كيطيب على خاطرو، كيف ما كتشوفوا العافيه مهيله. غادي نضيف غير واحد ربع كاس ديال الماء يكون سخون، وغادي نخليه ما نضيفش الماء بزاف باش كتجينا ديك المريقه معلكه ثقيله ومعلكه. اصلا السلاوي غادي يطلق الماء ديالو، وعاد باش رحنا دايرين البصله ما كتحتاجش كميه كبيره. هنا غير ربع الكاس صغير صافي، وكنسد عليه. الوقت اللي غادي يطيب لينا على خاطرو. هنا كيف كتشوفوا معايا الطواجين ديالي راه وجد، كيجي لذيذ بزاف، الريحه ديالو يا سلام. نتمنى تجربوا الطريقه ديالي مع الاضافه اللي كنزيد اللي كتعطيها بنة اكثر واكثر. ما تنساونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم. شكرا على المتابعه، خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.